تفضلوا تفضلوا. نعم شين تفضل السيد الرئيس. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس تطبيقا للقانون راه كدير واحد الشاره تمييزيه، انت رئيس ديال جلسه ديال مجلس الامه، لا يمكن احداث او ارتداء شاره للتمييز. انا اليوم هذا عنده سابقة وافتري على القانون، وإذا كنتم لم تراجعوا القانون كنت متأكد 100% لا شيء يمنعني، لا شيء. اقرأ المواد. أنا اللي كنترعص، ما تعاودش تجاوب، أعطيتك الكلمة صافي، ما تعاودش تبقى تهز صبعك وت لا لا شيء يمنعني، لا شيء يمنعني. وإذا كانت هنا جبد المادة وقراها من فضلك، أنبهك تتكلم وشوف النظام الداخلي واضح، النظام الداخلي واضح، أنبهك للمرة الأولى. لم سيد الرئيس ما أعطيتوش الكلمة، ما أعطيتوش الكلمة، أعطيته الكلمة والآن ما أعطيتوش الكلمة، وأجيبه بالقانون. إذا وجدت مادة تمنعني من هذا أنا وأنت وغيرنا أنا مستعد. تفضل سيد الرئيس. السيد الرئيس، النظام الداخلي كاين جوج المواد اللي فيها هادشي، لكن حنا اليوم ماشي الامر اكبر من جوج المواد. ما يمكنناش ننساو نهائيا المهدي مبركه، نهائيا ما يمكنناش ننساوه. شنو ما سمعتش؟ اش ما نساوش؟ نعم، ما يمكنناش ننساوه كأحد قادة هذا المغرب والاختفاء ديالو. فلذلك حنايا كان بالامكان ان ناخذ نقط نظام كاملين لكي نتضامن حول هذا الموضوع، ولذلك تفاديا لاي لبس اخر قد يقع في المستقبل. هذا هو السياق اللي خصنا نحترمه. اما اللي رجعنا للنظام الداخلي كاينه مواد السيد الرئيس. شكرا.